قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي. أرى أنك لم تحضر نفسك بعد لصلاة الجمعة يا بني. أمامنا أكثر من ساعة على الصلاة يا أبي. ولدي الحبيب، كلما بكرنا كلما كان الأجر مضاعفا، ولا تنس أننا يجب أن نقرأ سورة الكهف كاملة. سورة الكهف؟ نعم يا بني، سورة الكهف. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم والبيهقي في سننه. وما هو سبب نزول سورة الكهف يا أبي؟ أوصى اليهود إلى رجال من العرب بأن يذهبوا إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يسألوه عن 3 أمور، فإن أجاب عنها فهو نبي مرسل. أولا عن فتية ذهبوا من الدهر، وثانيا عن رجل كان له معجزة مع النبي موسى عليه السلام، وثالثا عن رجل ملكه الله الأرض. فنزلت إثر ذلك يا بني سورة الكهف. والله يا أبي، إنه لنبي مرسل صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، صدقت يا بني، إنه لنبي مرسل صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا بني، سورة الكهف سورة عظيمة وفيها فضائل جليلة، فمن حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من المسيح الدجال. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. جزاك الله خيرا يا أبي، وسأجتهد على حفظ أول 10 آيات من هذه السورة المباركة. وهذه هدية مني لتعينك على حفظ الآيات. وما هذه؟ هذه قراءة متميزة للقارئ الشيخ فهد بن سالم الكندري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا
إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم